مرحبا بكم في هذه الحلقة وتتابعون فيها ارتفاع كبير في أرباح ريال مدريد، نتعرف على أغلى 10 لاعبين عرب يحترفون في القارة العجوز، ولوس أنجلوس ليكرز يعلن عن راع جديد. بفضل الموسم التاريخي الماضي الذي حقق فيه لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، فقد تضاعفت أرباح ريال مدريد الإسباني وفقا للتقرير المالي الختامي للنادي الملكي الصادر عن الاجتماع المحاسبي، حيث استطاع الميرينجي تحقيق صافي ربح يبلغ 463 مليونا و500 ألف يورو. وحقق النادي تحت قيادة الإسباني فلورنتينو بيريز نموا بمعدل 53%، إذ ارتفعت أرباح النادي بواقع 187 مليون يورو عن ميزانية العام الماضي التي حقق فيها النادي الملكي صافي ربح قدره 463 مليونا و500 ألف يورو. وربح نادي العاصمة الإسبانية من الدعاية والجوائز ما بلغ 674 مليون و600 ألف يورو، وبعد دفع الضرائب وتسديد الأموال المطلوبة على النادي للبنوك تدخل خزائن النادي صافي أرباح قدرها 463 مليون و500 ألف يورو. وجاء النصيب الأكبر من أرباح النادي من عضوية الجماهير والحضور الجماهيري في سانتياغو برنابيو، إذ دخل النادي 166 مليون يورو، بينما حققت المسابقات والمباريات الودية دخلا للنادي قدره 85 مليون يورو، إضافة إلى 165 مليون يورو حققتها حقوق استغلال الصوت والصورة، البث التلفزيوني وصور النجوم عبر وسائل الإعلام. ولم تقتصر أرباح النادي عند ذلك، بل حققت حقوق التسويق والعلامة التجارية 254 مليون يورو. ووفقا للتقرير الختامي يصبح في خزائن ريال مدريد في الموسم الحالي 690 مليون و300 ألف يورو يمكن استخدامهم في الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية في العام المقبل، لتصبح الميزانية الكبرى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية الإسبانية كافة بأعلى معدل صافي ربح في تاريخ الليغا الإسبانية. وبخلاف الميزانية المحققة، فأمام النادي الملكي المزيد من الفرص لمضاعفة أرباحه في العام الحالي والمقبل بالمشاركة في كأس العالم للأندية في أبوظبي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا المشارك فيه حاليا والدوري الإسباني الجاري الذي يعاني ريال مدريد في بدايته تعثرا قد يؤثر في مسيرته في الموسم المحلي. أعلن نادي يوفنتوس عن توقيع اتفاقية شراكة إقليمية جديدة مع شركة كوستا للرحلات البحرية، إحدى شركات النقل البحري الرائدة في المنطقة، ليتمكن من تنظيم رحلات من إيطاليا إلى الصين وجنوب شرق آسيا. وقال الموقع الرسمي للنادي إن يوفنتوس يسعده أن يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة إقليمية جديدة في آسيا مع شركة كوستا للرحلات البحرية، التي هي جزء من مؤسسة كارنيفال ومجموعة بي أل سي رائدة السفن البحرية، لتمثل شراكة بين شركتين إيطاليتين عظيمتين ستتيح للمنتج الإيطالي أن يصدر إلى منطقة مهمة تشهد شعبية يوفنتوس فيها تزايدا كبيرا. وسيتعاون يوفنتوس وشركة كوستا للرحلات البحرية على تقديم مجموعة من التجارب الممتعة على متن الرحلات لضيوف الرحلات من كل الأعمار، حيث سيكون بإمكانهم التعرف على تاريخ يوفنتوس في متحف النادي، وسيكون بإمكانهم الحصول على منتجات يوفنتوس على السفينة ومشاهدة محتوى تلفزيوني في كل غرفة. وعلى ظهر السفينة سيتواجد جاي تميمة يوفنتوس الرسمية، الذي سيكون نجم النادي الصغير المخصص للترفيه مع الصغار، بينما سيحصل الأطفال من عمر 5 إلى 14 سنة في السفينة على فرصة المشاركة في أنشطة أكاديمية يوفنتوس الرياضية على متن السفينة.
بالإضافة إلى تلك الفرص الرائعة، سيحظى ضيوف كوستا بفرصة لا تنسى في زيارة متحف استاد أليانز لاكتشاف أكثر المناطق الحصرية في الملعب والدخول إلى مناطق خلف الكواليس خلال مباريات البيانكونيري. كشفت صحيفة ديرش بيغل الألمانية بالأرقام بعض التفاصيل المادية المخيفة لصفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسبانية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي التي جرت الصيف الماضي. وأثارت الصفقة التاريخية الجدل في سوق الانتقالات العالمية بكرة القدم بعد أن تمت مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو. لكن ما أعلن بشأن راتب اللاعب صاحب 25 عاما لا يبدو أنه كان دقيقا حسب ديرش بيغل التي سربت بعض بنود العقد وقالت إن نيمار سيتقاضى 700 ألف يورو أسبوعيا خالصة من الضرائب، أي 100 ألف يورو يوميا. يعني ذلك أن نيمار سيحصل في كل موسم من مواسم العقد الخمسة على 37 مليون يورو بخلاف ما كان معلنا وهو 30 مليون يورو. وتسببت صفقة نيمار في مشكلات لباريس سان جيرمان الذي بات مطالبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بتفسير مصادر تمويله، أو قد يتعرض لعقوبات إن ثبتت مخالفته لقواعد اللاعب المالي النظيف. وتنص هذه القواعد على أن لا تنفق الأندية أكثر من إيراداتها، وفي حال مخالفة ذلك توقع عليها عقوبات بينها الاستبعاد من بطولات اليويفا. لم يكن الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم هو وحده من تهاوى تحت أقدام الميركاتو الصيفي الأخير، فقد شهد الرقم القياسي الخاص بأغلى اللاعبين العرب الذين ينشطون في أوروبا تعديلات مهمة في صيف العام 2017 بعدما انتقل المصري محمد صلاح إلى المركز الأول ليزيح لاعب ليستر سيتي الجزائري إسلام سليماني، وذلك في أعقاب تحول صلاح إلى ليفربول ب 42 مليون يورو إضافة إلى الحوافز التي تبلغ قيمتها 8 ملايين يورو. قائمة اللاعبين العشر الأوائل الأغلى في أوروبا ضمت 4 لاعبين من المغرب مقابل 3 مصريين وتونسيين ولاعب جزائري واحد فقط. في المركز العاشر المصري أحمد حسام ميدو من توتنهام إلى ميدلزبرا مقابل 8 ملايين و800 ألف يورو. تاسعا حكيم زياش المغربي من تفنتي إلى فالنسيا مقابل 11 مليون يورو. ثامنا التونسي وهب الخرزي من بوردو إلى ساندرلاند ب 11 مليون و800 ألف يورو. سابعا المصري محمد النني من بازل إلى أرسنال مقابل 12 مليون و500 ألف يورو. سادسا المغربي مبارك بوصوفة من أنجي إلى لوكوموتيف موسكو مقابل 15 مليون يورو. خامسا سفيان بوفال المغربي من لي إلى ساوثهامبتون مقابل 18 مليون و700 ألف يورو. رابعا التونسي أيمن عبد النور من موناكو إلى فالنسيا مقابل 22 مليون يورو. ثالثا المغربي مهدي بن عطية من روما إلى بايرن ميونخ مقابل 28 مليون يورو. ثانيا الجزائري إسلام سليماني من سبورتينغ لشبونة إلى ليستر سيتي مقابل 30 مليون يورو. وفي المركز الأول المصري محمد صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو. كشفت دراسة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عن تراجع في رواتب اللاعبين خلال الموسم الحالي 2017-2018. وأظهرت الدراسة بحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى تراجعت 10%، في حين انخفضت رواتب لاعبي أندية الدرجة الثانية 38%. وتواجه أندية دوري المحترفين صعوبات مالية كبيرة، حيث تعاني من تراكم الديون المترتبة عن تأخر مستحقات اللاعبين والمدربين. وكشفت لجنة تسوية النزاعات أن ديون 13 نادياً من أصل 16 وصلت إلى 2.5 مليون دولار،
بينما بلغت ديون 13 ناديا من الدرجة الثانية من أصل 16 أكثر من مليوني دولار دون احتساب التكاليف الناتجة عن معالجة ملفات هذا الموضوع. واقترحت اللجنة تسديد هذه التكاليف من خلال اقتطاعها من عائدات هذه الأندية من حقوق البث التلفزيوني، وهو ما وافقت عليه رابطة دوري المحترفين. وكان اتحاد الكرة منح مهلة جديدة للأندية المتعثرة ماليا تنتهي في كانون الأول ديسمبر المقبل من أجل تسوية أوضاعها المالية، وإلا فإنه سيضطر لتطبيق اللوائح القانونية بحقها. حطمت مباراة قمة المرحلة الثالثة من الدوري الأردني للمحترفين بكرة القدم بين الفيصلي والوحدات التي جرت على استاد عمان الدولي الرقم الأعلى في تاريخ مباريات الدوري الأردني عبر السنوات، عندما حققت إيراداً وصل إلى 63,400 دينار أردني. ولم يسبق للمنافسات المحلية وأن حققت هذا الإيراد في المباريات، لتصبح هذه المباراة هي الأعلى في تاريخ المباريات. من جهة أخرى، اشتكى عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية من ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري المحترفين للموسم الحالي بشكل كبير، ما سيؤثر على الحضور الجماهيري للمباريات، وطالبت الجماهير بتخفيض قيمة التذاكر للتخفيف على محدودي الدخل الذين يرغبون في متابعة المباريات في الملاعب. أعلن فريق كرة السلة الأمريكي لوس أنجلوس ليكرز عن راع جديد لقميص الفريق، وهي شركة ويش المتخصصة في التجارة الإلكترونية ومقرها في ولاية كاليفورنيا. ذكر موقع لوس أنجلوس تايمز الأمريكي أن مدة العقد ستكون 3 أعوام، بداية من موسم 2017-2018، وبحسب الاتفاق ستدفع الشركة الأمريكية مبلغ 12 مليون دولار سنويا لفريق ليكرز، والذي حصل على الدوري الأمريكي لكرة السلة 16 مرة من قبل. وفي المقابل ستستفيد شركة ويش من برنامج التسويق الكامل بالنادي، وهذا سيساعد على نشر علامتها التجارية في كل مكان، وسوف يتعاون الطرفان في مختلف المبادرات المجتمعية داخل لوس أنجلوس والمناطق المحيطة. سوقنا الرياضي ما زال مفتوحا، وفيه أيضا إيقاف رئيس يوفنتوس لبيع التذاكر لمشجعي الجريمة المنظمة، وتمديد عقد جائزة الصين الكبرى للفورميلا 1. أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن تحقيق أفضل نتائج في تاريخه، وذلك في السنة المالية 2016-2017 التي تمكن النادي من إغلاقها بتسجيل أرباح صافية بلغت 44 مليون و500 ألف يورو. تعد هذه السنة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها بنفيكا أرباحاً صافية، وتمثل أرباح سنة 2016-2017 ارتفاعاً بنسبة 118% عن أرباح السنة السابقة 2015-2016. تجاوزت أصول النادي 500 مليون يورو للمرة الأولى في تاريخه بوصولها إلى 506 ملايين و100 ألف يورو، فيما انخفضت الالتزامات بواقع 17 مليون و100 ألف يورو لتقف عند 438 مليون و300 ألف يورو بنهاية السنة المالية 2016-2017. وبلغت إيرادات بنفيكا التشغيلية بدون احتساب عائدات بيع عقود اللاعبين في 2016-2017 ما مجموعه 128 مليون و200 ألف يورو، بزيادة طفيفة عن السنة المالية السابقة. أما الأرباح التشغيلية فقد بلغت 4 ملايين يورو.
وعند احتساب ما حققه النادي من بيع وشراء الأصول المتداولة حقوق وعقود اللاعبين، فسترتفع إيرادات النادي إلى 253 مليون و500 ألف يورو، والأرباح التشغيلية إلى 62 مليون و900 ألف يورو، وصافي الأرباح بعد الضرائب إلى 44 مليون و500 ألف يورو كرقم قياسي في تاريخ النادي البرتغالي. يثق تشيلسي بأن إيدن هازارد لاعب خط وسط الفريق سيوقع عقدا جديدا مع النادي سيجعله أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي 300 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي على الدوري البلجيكي، ليتفوق بذلك على أغلى لاعب في العالم سابقا بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد. وعاد هازارد للمشاركة مع الفريق الأول لتشيلسي بعد غياب فترة طويلة للإصابة بكسر في الكاحل، ليعترف النادي بأهميته كواحد من أفضل المواهب في العالم. وكان ريال مدريد مهتما بضم هازارد، لكن تشيلسي رفض الدخول في أي مفاوضات بشأنه، ليسعى للتجديد معه مقابل 300 ألف استرليني أسبوعيا، حيث سيزيد راتبه الحالي البالغ 220 ألف جنيه استرليني. أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت 11 روسيا بينهم رئيس نادي ماربيا الإسباني لكرة القدم لعلاقتهم بفضيحة تبييض أموال بقيمة 30 مليون يورو. وكشفت الشرطة أنها قامت بهذه التوقيفات وطالت العصابة الموزعة أعمالها بين النادي الكروي وشركة للمياه وملعب للغولف في منطقة ملقا الساحلية بهدف إخفاء الأموال القذرة. واشترى ألكسندر جيمبرغ نادي ماربيا عام 2013 عندما كان الأخير يمر بأزمة مالية. وداهمت الشرطة مقر النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، ما دفعه إلى مطالبة أنصاره بالتزام الهدوء، لا سيما بعد الكشف عن عملية الاعتقالات التي طالت رئيسه. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إيقاف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الستة الماضية لمدة عام لدوره في بيع تذاكر إلى مجموعة من مشجعي الألتراس. واتهم أنييلي بالمساعدة في بيع التذاكر لمشجعي الألتراس، والعديد منهم لهم صلات بالجريمة المنظمة، إذ أعيد بيع هذه التذاكر لجني أرباح ضخمة. وكان المدعي العام للمحكمة الرياضية جوسيبي بيكورارو طالب بفرض عقوبة الإيقاف على أنييلي لسنتين ونصف السنة على أن تشمل المستوى الأوروبي أيضا، إذ أنه انتخب قبل فترة رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية مع خوض الفريق مبارتين من دون جمهور، لكن محامي أنييلي كان طلب البراءة لموكله مؤكدا أنه يعتزم الطعن بالقرار. واتهمت المحكمة الرياضية يوفنتوس بالتنازل عن عدد كبير من التذاكر لمصلحة الألتراس، في حين لا يسمح بمنح أكثر من أربع بطاقات دفعة واحدة. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم البرتغالي أندري فيلاش بواش مدرب شنغهاي سيبيغا الصيني بسبب تعليقاته ضد غوانجو إيفرغراند في المواجهة الصينية ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وغرم الاتحاد الآسيوي المدرب البرتغالي بمبلغ 14 ألف دولار بعد أن اتهم غوانجو بالخداع، مدعيا أنه دبر سلسلة من حوادث الطرقات لتأخير وصول فريقه شنغهاي سيبيغ إلى الملعب في إياب ربع النهائي. واعتبر الاتحاد الآسيوي أن بواش جعل من اللعبة سيئة السمعة. مدد فريق سباق السيارات جيرمان ريسينغ عقد شراكته مع شركة جيكو الأمريكية لعدة سنوات قادمة. وتشهد الصفقة استمرار الشراكة بين شركة التأمين الأمريكية وفريق جيرمان ريسينغ وسائقه تي ديلون، والذي يقود سيارة شيفروليه رقم 13 خلال السباقات. وتمتد الشراكة بينهم منذ عام 2008، ومن المرجح أن تدفع شركة جيكو مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليون دولار عن كل سنة في العقد.
ستستمر جائزة الصين الكبرى إحدى مراحل بطولة العالم للفورمولا 1 حتى 2020 على الأقل حسب مفردات عقد تمديد إقامة السباق على حلبة شنغهاي لثلاثة مواسم اعتبارا من 2018 وفق ما ذكر منظمو الجائزة. وتعتبر جائزة الصين الكبرى عنصراً أساسياً في استراتيجية التوسع في آسيا للمالكين الجدد للفورمولا 1 مجموعة ليبرتي ميديا الأمريكية منذ كانون الثاني يناير الماضي. النسخة 15 من جائزة الصين الكبرى مسجلة بشكل مؤقت على رزنامة الموسم المقبل في 8 نيسان/أبريل، لكنها ستقام في نهاية المطاف في 15 منه بتبادل التواريخ مع جائزة البحرين الكبرى. ويبقى هذا التعديل رهنا بموافقة المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات. تعاقد كليفلاند كافاليرز مع لاعب شيكاغو بولز دواين ويد المتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 3 مرات لينضم مجددا إلى صديقه وزميله السابق ليبرون جيمس وفق ما ذكر الفريقان. وحرر بولز ابن 35 بعد موسم واحد فقط في صفوفه لينضم إلى كليفلاند لعام واحد مقابل أكثر من 2,300,000 دولار أمريكي. كان من المفترض أن يتقاضى وايد مبلغ 23,800,000 يورو عن موسم 2017-2018، لكنه قرر إنهاء مغامرته مع شيكاغو الذي خاض معه 60 مباراة الموسم الماضي. وبدأ وايد مشواره مع ميامي هيت في 2003 وبقي في صفوفه حتى الموسم قبل الماضي وتوج معه باللقب عام 2006 بصحبة العملاق شاكيل أونيل وعامي 2012 و2013 بصحبة الملك ليبرون جيمس. ووفق العقود المحددة في الدوري لكل فريق يتعين على كليفلاند التخلي أو مبادلة لاعب ثابت العقد لإفساح المجال بإدخال ويد قبل انطلاق الموسم المقبل. نهاية هذه الحلقة من السوق الرياضي، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء مجدداً.